المقادير حاجة حاجة، معايا رز، معايا طماطم وصلصة طماطم، معايا بصلتين، ومعايا التوابل بتاعتي فلفل اسود وسنة قرفة وبابريكا وتوابل محشي، ومعايا ماجي وبصل بودر وتوم بودر وزيت ذرة، ومعايا الخضرة بتاعتي بقدونس وشبت وكزبرة والرز بتاعي. طبعا انا جبت الحاجات دي وقورتها، غسلتهم كويس وقورتهم وسبتهم يتصفوا. اول حاجة هبدأ بيها هبشر البصلتين وهضرب الطماطم في الخلاط واحط عليهم 3 4 معالق من الصلصة واحط كل التوابل بتاعتي ديت. في عبال ما هي تسبك هكون انا قطعت الخضرة، قطعتها صغير جدا. وبعد كده اول ما تسبك هنزل هغسل الرز واصفيه كويس واحطه على الصلصة، والخضرة اللي انا قطعتها هحطهم عليها بحيث يبقى خليط جاهز على طول للحشو. ان شاء الله هرجع لكم الخطوة الجاية. وكده انا حشيت المحشي، وان شاء الله هحطله قرنين الفلفل دول هيديله ريحة حلوة جدا، هحطهم كده على الوش هديله ريحة حلوة قوي. وهجيب كوبايتين شوربة، او لو مفيش شوربة ممكن واحدة ماجي في متدوبة في مية، ونسقي بيهم الحلة وبعد كده نولع عليها، واول ما تبدأ تغلي والريحة بتاعته تطلع نوطي عليها. وده الشكل للطبق المحشي النهائي. يا رب تعجبك.